مديرة التصميم المصرية، لقب حصلت عليه المهندسة المعمارية داليا السعدني باعتبارها من أشهر المصممين على مستوى العالم، وهي صاحبة اكتشاف مهم حول سر جديد من أسرار القدماء المصريين. قصة نجاح جميلة ومختلفة هنتعرف عليها. ليست مجرد مهندسة معمارية صاحبة طراز خاص، بل هي سفيرة فوق العادة. المهندسة داليا سعدني استطاعت أن تبرز التقاليد المصرية في صورة فنون معمارية أصيلة. سفيرة التصميم المصرية المهندسة داليا السعدني، أهلا بحضرتك معانا. يعني أكيد في خطوات كتيرة حضرتك عملتيها خلال فترة حياتك أو مشوار حياتك عشان تحصلي على هذا اللقب، ياريت نتعرف عليها بشكل عام. لقب سفيرة التصميم ده ظهر فجأة في الصحافة الإيطالية الحقيقة، وده كان بعد ما أنا كنت أخدت كذا جايزة، وكانت جوائز كلها في مجالات كتيرة جدا في التصميم، سواء ديكور داخلي أو عمارة أو تصميم أثاث، كانت كلها بتدور حول إظهار الهوية المصرية. كان دايماً الهوية والحفاظ عليها بالذات للدول اللي ليها تاريخ، دي حاجة في دماغي وبدرسها برا وبتكلم عليها كتير، إنه مش شرط إن إحنا نقلد الغرب خالص، إحنا عندنا تاريخ ولازم نحافظ عليه. أنا متعددة الأهواء جداً في التصميمات بتاعتي، يعني هتلاقي دايماً بتجه اتجاه إنه مودرن بس بحترم الكلاسيكية جدا. المؤسسة الدولية للمصممين دي من أكبر المؤسسات المعنية بالتصميم عالميا، وهي مؤسسة في إيطاليا. أنا تقدمت لرئاسة المؤسسة دي بالصدفة البحتة، إحنا اللي عندنا التاريخ وإحنا اللي عندنا المفردات اللي فيها كم الرقي والعظمة، ومفردات كتيرة جدا في التصميم. فلما عملت البرزنتيشن لقوا إن ده فكر مختلف عن المتبع، فكسبت وبقيت رئيسة المؤسسة. السفر عبر الزمن ليس خيالاً، بل هو حقيقة استطاعت داليا اكتشافها وتجسيدها من خلال إنشاء أول متحف نوعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. المشروع حصل على الجائزة الذهبية في مسابقة اي ديزاين أوردز الإيطالية. كنت عاملة تصميم مبدئي وفكر مبدئي، لما جيت كسرت الأرضية كان بقى الاكتشاف الرهيب إن أنا اكتشفت مكنة كبيرة جداً اللي هي بتلف المسرح لما تروحي حضرتك المسارح عشان يغير المناظر والسينز. فأنا اتفاجئت إن دي مدفونة تحت الأرض، وعشان هي مكنة ظاهرة جداً وكل التروس اللي فيها باينة، فأنا قريتها إن هي آلة زمن، وبدأت القصة بتاعت إنه الدور الأرضي يبقى الحاضر وننزل للماضي ونطلع للمستقبل. جداريات تم حفرها بأيدي الشباب من مختلف أنواع المعادن، جمعت كل الرموز الخاصة بالحماية التي كان يعتقد فيها القدماء المصريون، ليظهر المكان كأنه تميمة لأجدادنا المصريين القدماء في عمل فني متميز. لو أنا النهاردة عندي فكر، الفكر ده هيبقى بيدر دخل على الدولة وبيدر استفادة على الدولة وبينمي مهارات الشباب وبيدي فرص للعمل وفكر جديد، أنا متأكدة أن الدولة المصرية مش هتفكر مرتين إن هي تركز الضوء عليه. والدور اللي بيلعب وسيلة التواصل ما بين أي فكرة جديدة وما بين الدولة هو الإعلام. الفترة الأخيرة في تسليط ضوء وفي توجهات لدعم المرأة، اتكلم على إنه في حضارة فرعونية كانت بتحكمها مرأة، فلا احنا لسه ما خدناش الحقوق قوي. قضيه عمري دلوقتي ان انا عايزه اوصل بالفكر ان احنا مش محتاجين نستنى الغرب، احنا ممكن نتقدم عنهم. الهويه المعماريه، انما ايه بالظبط اللي عايزه اعمله؟ انا في كذا مشروع دلوقتي بيدرس. امراه تسير بخطى ثابته نحو النجاح والتميز، مؤمنة بكل ما تبرزه هذه الجداريات الفرعونية من أقوال عن قصص النجاح والمثابرة. هويدا يحيى، MBC مصر.